شبابا قد أنابا وإلى الله استجاب. الحمد لله، الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت. يسأله من في السماء والأرض كل يوم هو في شأن. نحمده تعالى ولا نعبد إلا إياه، ونشكره عز وجل ولا نستعين بأحد سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب غيره، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخوة الأكارم، أيها المسلمون، اعلموا لقد خلق الله تبارك وتعالى البشر فجعلهم زوجين اثنين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، بل خلق من كل شيء زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسوى الله تبارك وتعالى بين الزوجين في أصل الخلق، فلا تكاد تجد فرقا كبيرا أو اختلافا عظيما في ذلك. ومن حكمة الله تبارك وتعالى وحسن تدبيره وتقديره أن جعل انتظام الخلق في تكامل الزوجين وتوافقهما حتى في غير الأحياء. تأمل أخي، علو يقابله سفل، وشمال يقابله جنوب، ويمين ضده يسار، وليل ونهار، وظلمة وإسفار. بل لما أراد الله تبارك وتعالى إغراق أهل الأرض، أمر نوحا عليه السلام أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين، لتستمر الحياة، لتستمر الحياة وتبقى. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. ولما كان البشر محلا للتكليف، سوى الله تبارك وتعالى بين ذكرهم وأنثاهم في أصل التكليف وأصل الثواب، إضافة إلى التسوية بينهما في أصل الخلق. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ولما قدر الله تبارك وتعالى بحكمته وجود تمايز بين الرجل والمرأة في بعض الصفات والخصال، رتب على ذلك اختلافا بينهما في بعض الأحكام، وفضل بعضهم على بعض، ومنع كل زوج أن يتمنى ما لدى الآخر. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. إخواني وأحبتي في الله، اليوم في المسلمين وفي غير المسلمين، من يدعو إلى التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء، في كل الأمور، وينادي البعض ويستمسك بضرورة العدل المزعوم بينهما،
مع أن بينهما أي الرجل والمرأة اختلافا لا ينكره أحد. فتعالت صيحاتهم مطالبة تحرير المرأة من كل القيود الدينية والاجتماعية وإطلاق حريتها لتفعل ما تشاء متى تشاء وكيف تشاء. ووالله وما لهذا خلقت المرأة. كذلك يريدون تعليم المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أي مجال ترغب فيه دون النظر إلى ما ينفعها بوصفها امرأة. كذلك طالبوا بأن يتساوى نصيبها في الميراث نصيب الرجل مع ما في ذلك مخالفة صريحة لشرع الله تعالى. كذلك طالبوا أن تعمل المرأة مثل ما يعمل الرجل تحت أي ظرف وفي أي مجال دون النظر لما يتناسب مع طبيعتها الأنثوية وتكوينها الجسمي والنفسي. أحبتي في الله، هذه الأمثلة من دعاواهم ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لأن هؤلاء لم يدركوا معنى المساواة التي يطالبون بها، كما أنهم لم يدركوا ما أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق وامتيازات، فجهلوا أو تجاهلوا وضع المرأة قبل الإسلام في مختلف المذاهب والحضارات. إخواني وأحبتي في الله، إن البشر منذ خلقهم الله وفطرهم تسير على أن الرجل ليس كالمرأة، وأن لكل منهما خصائصه ووظائفه، فلا تكاد تجد في التاريخ القديم حديثا حول التسوية بينهما، بل إنك تجد أن بين عصور التاريخ على اختلاف أديان الأمم وأعراقها ومواقعها قاسما مشتركا، وهو أن أدوار الرجال واحدة وأدوار النساء واحدة، وأن دور كل منهما متمايز عن الآخر. فالسيادات والزعامات في تلك الأمم كانت للرجال، والنبوة كانت في الرجال، وقيادة الجيوش وإدارة المعارك كانت في الرجال، وحتى القساوسة ورجال الدين كانوا رجالا، بل حتى رأس الكنيسة هو البابا، ولم نسمع فيه بماما أبدا. وحتى في العطور وحتى في العصور المتأخرة ترى المهيمن على التجارة والصناعة والاختراع هم الرجال، بل حتى في خصوصيات النساء كالمساحيق وأدوات التجميل والطبخ يتفوق فيه الرجال. إن العلوم كلها تفرق بين الذكر والأنثى، فاللغة العربية تفرق بينهما فتجعل لأحدهما واو الجماعة وللآخر نون النسوة، ولا تجد لغة تسوي بين الذكر والأنثى. وعلم الأحياء يفرق بين الذكر والأنثى ويميز بين الهرمون الذكري والهرمون الأنثوي، وحتى الأطفال يختلف ذكرهم عن أنثاهم، فلا ترى صبيا يقتني دمية أو ألعاب في الطبخ والتجميل، ولا تجد فتاة تقتني سيارة أو بندقية بلاستيكية. بل انظروا إخواني إلى البهائم، تجد تمايزا بين ذكرها وأنثاها، فالأسد يختلف تماما عن اللبوة، والديك لا يتشبه بالدجاجة أبدا، حتى في المنتجات الصناعية الآن تفرق بين الرجال والمرأة. انظروا إلى الساعات والعطور والملابس والأحذية، إن هذا كله إخواني
إن هذا كله وأمثاله دليل قاطع على أن الخليقة كلها مفطورة على التمييز بين الذكر والأنثى، وأن كل واحد منهما يختص بوظائف لا يشاركه الآخر. فالزوج هو المهيئ للسعي والحركة وطلب الرزق، والزوجة في السكن والراحة. فكيف سيكون الحياة لو اختلطت خصائصهما؟ والله ما أراد هؤلاء دعاة المساواة إلا الهجوم على دين الله واتهامه بالظلم وانتقاص المرأة. فتراهم دائما يتحدثون عن ميراث المرأة وعمل المرأة وحجاب المرأة إلى غير ذلك، ونسي هؤلاء المساكين أو تناسوا بأن الله اختص المرأة بخصائص ومزايا ليست للرجل. فقد جعلها الله تبارك وتعالى، قد جعل الله المرأة درة مكنونة في بيتها يخدمها وليها من زوج أو أب أو أم ينفق عليها، وحتى لو كانت الزوجة أثرى أثرياء العالم فإن الإنفاق عليها حق لها على زوجها وإن كان أفقر فقير. وجعل الله تبارك وتعالى للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الذين يريدون مساواة المرأة بالرجل قد ظلموها ولم يكرموها، لأنهم حملوها أكثر مما حملوا الرجل. فمع ما خصصت له المرأة من الحمل والولادة والإرضاع وتربية الأطفال، ومع ما تتعرض له في حياتها وما تعانيه المرأة من آلام الحيض والحمل والولادة، ومع قيامها على تنشئة أطفالها ورعاية البيت والأسرة، مع تحملها لهذا كله يريدون أن يحملوها زيادة على ذلك مثل ما يحمل الرجل. فكيف تحمل المرأة التزاماتها الفطرية ثم تخرج من البيت كالرجل لتعاني مشقة الكسب وتكون معه على قدم المساواة في القيام بأعمال الصناعة والمهن والتجارة، مع أن العلم الحديث قد أثبتت أن المرأة تختلف عن الرجل في البناء الجسدي والتكوين الجسمي. وصدق الله تبارك وتعالى حين قال: وليس الذكر كالأنثى. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا شبابا قد أناب وإلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب ليبالي بالصعاب.